انه الفنانه الكبيره تقدر انها تحيي جماهيرها من المحيط الى الخليج، وفرصه ان انا اسعد مره اخرى بسماع صوتها معانا على الهواء مباشره على التليفون، الفنانه الكبيره نجاة الصغيرة. اهلا بيك يا فندم. جماهيرها من المحيط الى الخليج، وفرصه ان انا اسعد مره اخرى بسماع صوتها معانا على الهواء مباشره على التليفون، الفنانه الكبيره نجاة الصغيرة. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ عمرو، انا سعيده جدا. الو. ايوه سامعك يا فندم، يا ريت لو توطي التلفزيون شويه عشان نقدر نسمع بعض كويس. انا سعيده جدا لاني انا كويس كده. عظيم. كويس. عظيم. طيب. ألو. أيوة سامعك. أنا فضلي فضلي. يعني بشكرك ومبسوطة جدا وبحب البرنامج بتاعك وسعيدة جدا بيه. أنا عارف أن حضرتك ما بتعمليش مداخلات تليفونية، بس هي فرصة خالص. أنا عارف والله أنا مقدر، بس فرصة أن الناس تطمن عليكي. أخبارك إيه؟ صحتك عاملة إيه؟ طمنينا، طمني الناس عليكي. الحمد لله. لا الحمد لله أنا بخير أنا حابة أطمن يعني جمهوري، لأنه عزيز علي وغالي، وأنا حابة أطمنه أنا بخير. و يعني هو أنا الحقيقة يعني ممكن أغني لكن ما بعرفش أقول. حضرتك يعني لما بتتكلمي بتغني، ما فيش مشكلة. خلي الناس تعرف كيف تقضي نجاة الصغيرة يومها. بتسمعي مزيكا؟ بتقري؟ بتعملي ايه؟ لا انا فعلا هي المزيكا، لاني انا جوه المزيكا. ف بسمع مزيكا، بخش يعني بدخل جوه المزيكا، لان انا يعني الموسيقى دي بالنسبة لي الحياة بتاعتي يعني. إنما أي نوع من الموسيقى يا مدام نجات؟ أي نوع من الموسيقى بتسمعي؟ الموسيقى اللي اتعلمتها من الكبار قوي قوي، السيدة أم كلثوم، الأستاذ عبد الوهاب. دخلت الجامعة بتاعة السيدة أم كلثوم، دخلت الجامعة بتاعة الأستاذ عبد الوهاب، لأنه ما فيش مدارس، في جامعات طبعا. وممكن ممكن الواحد ياخد دكتوراه يعني لو درس، يعني لو كان عنده حظ. الو سامعك يا فندم. انا سامعك، اتفضلي. لو كان عنده حظ وكان موجود في الوقت اللي كانوا موجودين فيه يبقى محظوظ. أنا كنت محظوظة لأني تخرجت من جامعاتهم، لأنه السيدة أم كلثوم مش يعني الواحد يقعد كده يسمعها ويحفظ ومش عارف، لا دي جامعة يعني بتخشي وتخش الإنسان يخش المحظوظ يخش وياخد دكتوراه، يعني فعلا يطلع
ياخد دكتوراه. لا حضرتك خدتي دكتوراه مع مرتبة الشرف كمان العليا. الغريب كمان انه في الجامعه جامعه الاستاذ عبد الوهاب. الله يخليك. فانا كنت يعني محظوظه جدا ان انا اتواجدت في التوقيت في الوقت اللي هم موجودين فيه. والواحد بيطلع زي ما قلت لحضرتك واخد دكتوراه من هنا ودكتوراه من هنا. يعني بحمد ربنا ان انا كنت موجوده في الوقت. الفنانه الكبيره نجات، لو في اغنيه لا تملي من سماعها لام كلثوم تبقى ايه؟ لا تملي، ان هو يعني رايحه يعني تسمعيها كثيرا. هو هي أجزاء في أغاني، يعني أجزاء في أغاني قمة. بس أنا الحقيقة مش قادرة يعني أفتكر دلوقتي، لأنها مش واحدة، مش حاجة واحدة. طبعا ده مكتبة كبيرة. لا وعظيمة يعني، يعني حاجة كبيرة قوي قوي. الموضوع مش موضوع صوت ولا أغاني، لا دراسة، يعني حاجة كبيرة قوي. أنا كنت في نعمة وكنت محظوظة زي ما بقول. حضرتك سؤالي الأخير اللي أكيد كل الناس بتسأله، هل وارد ان احنا نسمع اغنيه لنجاة الصغيره؟ يعني تعمل لنا اغنيه قريب كده، حاجه جديده، حاجه مثلا قرب رمضان، بعض الاغاني الدينيه، بعض الحاجات الصغيره الجميله. يعني هل وارد ان نسمع عمل جديد لنجاة؟ هو علشان انا المجموعه بتاعتي مش موجوده دلوقتي، لكن بحاول وبيبقى في صعوبات، يعني صعوبات في الموجود دلوقتي من العازفين وكده، او يعني ما فيش الملحن اللي ينفع للحاجة اللي بتمناها، يعني بتبقى صعبة، لأن فعلا في يعني أغانية برضو صعبة، يعني الأغاني اللي بغنيها هي ما افتكتش إنها يعني هي صعبة. ده دلوقتي يا فندم بيعملوا الأغاني في 10 دقايق، يعني يخشوا الاستوديو يطلعوا عاملين ألبوم، مسألة بقت سهلة جدا يعني. ما هو عشان مش عارفه اقول ايه، يعني ما هي دي يعني حاجه جميله، ان كويس يعني حاجه حلوه. بس برضو انا في ليا كده طريقه في اختيار الاغاني، اعتقد انها مش موجودة دلوقتي، تنفيذها مش موجود، إنما بحاول وإن شاء الله إذا قدرني ربنا هقدم حاجة قريب. أرجوك ما تحرميناش، إحنا يعني بنحبك وبنقدرك وقيمة كبيرة في سوق يعني في الغناء العربي والمصري، ما تحرميناش من صوتك ومن إبداعاتك. ربنا يخليك لينا فنانة كبيرة نجاة. شكرا ليك يا فندم، كرمتيني وشرفتيني في البرنامج النهاردة. أنا اللي سعيدة جدا والله، يعني أنا بحب البرنامج قوي ودايما مسهرني فيه يعني. فأنا سعيدة بإني على الهوى معاك مع البرنامج ده. البرنامج ده
صادق، برنامج يعني بحبه. ربنا يخليك يا فندم، شكرا لهذا التكريم، ودايما وجودك في حياتنا شيء ممتع وشيء جميل. شكرا فنانة كبيرة نجاة صغيرة، شكرا لك. شكرا لك. هي ايه الحضارة؟ الحضارة تراكم ثقافات. يعني تتكلم على الحضارة المصرية، دايما حد ما يقولك ايه الحضارة المصرية يجي في دماغك الفراعنة، لا، تراكم الثقافات دي كلها، الأعمال الفنية. الفنانة جات صغيرة بتتكلم على أنها خريجة جامعتي محمد عبد الوهاب والست أم كلثوم. فعلا هي بتتكلم على حضارة، وهي دي الحضارة، هي دي مصر. مصر عمرها ما كانت شيء بلا هوية، مصر دايما عندها هوية، عندها طعم، عندها مذاق، عندها ريحة، عندها وجود، عندها تأثير. عن مصر، والله ما بقول الكلام ده شفونية ولا تطبيل ولا أي حاجة، إنما مصر في كل أحوالها، في أسوأ أحوالها، في أعظم أحوالها، في أقوى أحوالها، في أضعف أحوالها، هي دولة ليها حضارة، ليها وجود، ليها خلفية ثقافية، ليها الرموز بتاعتها. وأنا مستعد في أي عصر، أي عصر، في أي مكان، أقول لك أملى لك كده ورقتين فلوسكاب كبار بأسامي علامات، علامات ترن، يعني أقول لك ده في الكتابة، وده في التمثيل، وده في الغنى، وده في النحت، وده في الفن التشكيلي، وده في الغنى، يعني زي ما أنت عايز. أقول لك الحضارة المصرية دي كلها مشيت إزاي المئة سنة اللي فاتوا، هاتلي أي 10 سنين فيهم هقول لك كان في مين، وهتذهل لغاية امبارح، تذهل الحمد لله. مهم خلينا